وواجهت الدول الإفريقية هذا الظرف الاستثنائي بإنشاء صندوق لتمويل جهود مكافحة الوباء ساهمت فيه الجزائر بما استطاعت، كما تم تخصيص مبالغ هامة من ميزانية الاتحاد الإفريقي لحشد الإمكانيات والجهود لمكافحة الوباء، خاصة تعزيز قدرات المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها، وتعيين مبعوثين خاصين للاتحاد الإفريقي من بينهم وزير مالية جزائري أسبق. وأود في هذا الصدد أن أشيد بالجهود المتواصلة لرئاسة الاتحاد الإفريقي دولة جنوب إفريقيا الشقيقة والقيادة المتبصرة لرئيس الأخ العزيز سيريل رامافوزا.